بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الرابعة قسم الفيزياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان محاضرتنا هي المرنان البصري اللي هو Optical Resonator. طبعا هاي الفصل الثالث راح نبدي بيه. احنا سبق وان تطرقنا للمرنان البصري في الفصل الأول، وقلنا عليه هو في التجويف رنيني. شنو معنى تجويف رنيني؟ التجويف الرنيني مثل ما تلاحظون بالشكل هذا، عبارة عن مرآتين. المرآة الأولى هذه، وهذه المرآة الثانية. توضع المادة الفعالة هنا. طبعا هذه المرآة الأولى راح تكون انعكاسية عندها 100%، هذا شرط مو بكيف يعني. المرآة الثانية أقل من 100%، تختلف 90%، 95% إلى آخره. أكو مسافة فاصلة بيناتهم، هي L، المسافة L اللي تفصل بيناتهم. زين، شنو فائدة هذا التجويف الرنيني وشنو يأثر على الليزر؟ احنا سبق وقلنا سابقا ان احنا ايش عندنا مبدئيا. عندنا انه المرنان وظيفته الاساسيه يسوي تغذيه استرجاعيه. شنو تغذيه استرجاعيه؟ يعني هو تكبير للشعاع الساقط. شوف هنا عندنا يقول لك ميزر وليزر. هذا الميزر والليزر، شنو ميزر وشنو ليزر؟ هما اثنيناتهم نفس الشيء، بس الميزر يشتغل بالمايكرويف، الليزر يشتغل بال وين؟ يشتغل بالانفيزبل، يعني واحدة بالمرئي واحدة بالمايكرو. طبعا هاي أطوال موجية، قلنا الفصل الأول لازم ينحفظ الأطوال الموجية، ومن عندها نستحصل، مش نستحصل، نستحصل الطاقات والترددات إلى آخره. طيب هو ضروري؟ اي ضروري. شو يدعم؟ قلنا تكبير الحادث في الوسط الفعال. الوسط الفعال راح يختلف، راح ناخذ ان شاء الله بالفصل الخامس، قد يكون غاز، قد يكون سائل، قد يكون صلب، بس الغاية كلها الأساسية هو شنو؟ عندنا تذكرون قلنا الانبعاثات المحفزة stimulated emission تكبر بهذه الطريقة. قلنا هذه تتعلق بالمرآتين، شنو يتطابق بحيث محورهما البصري. من هو المحور البصري؟ هذا المحور البصري ده، تشوفوا هذا يعني فت، يعني لا هذا يصعد ولا هذا ينزل، يعني بالضبط كالآتي ده يصير. يعني هذا المحور البصري لازم، هذا خطأ يصير بيه، يعني ما يصير يرسم متعرج، لازم شو يكون عبارة عن خط مستقيم مثل هذا بالضبط، ويطابق، يطابق شنو؟ بصورة موازية الكل اتجاه من ذني. بس هذا يصير هيج أو يصير هيج، ايش راح يصير عندنا؟ يخرب المرنان مالتنا، ولا ما يصير عندنا أي تداخل بناء ولا موجات واقفة. نرجع، احنا اللي نريده بالضبط، نريده من الموضوع اليوم انه معرفة تأثير المرنان على ما يحدث. وين يحدث؟ عندنا بصورة عامة بالجهاز الليزر. قلنا شو يحتوي المرنان؟ مادة فعالة. هذه المادة لازم يعني تكون، أنت إذا أريد لون ليزر أحمر لازم تكون، قلنا شبيه المسافات البينية بين هذه المادة الفعالة، الذرات مالتها شو تكون؟ مساوية إلى الطول الموجي. إذا أحمر قلنا 700 نانو، إذا بنفسجي 400 نانو، إذا بالمايكرو قلنا من 10^5 إلى 10^8. شنو هذا كله بالنانو متر. شنو تجويف رنيني؟ حتى يصير عندنا حالة رنين بين الموجة
اللي دا تمر، شلون تمر هذه الموجة؟ قلنا عندنا أداة موجة، عندنا موجة، أي موجة هي شنو عبارة؟ تمر ك خلينا نقول يعني بالضبط هيك، يعني العفو، تمر الموجة بصورة يعني خلينا نقول متموجة. يعني شنو متموجة؟ واحد يقول لي شنو متموجة؟ هل هي هذا السهم يمثل لي متموجة؟ لا، هذا ما يمثل لك متموجة، ولا هذا السهم يمثل لك متموجة. عندنا الحركة الموجية اللي هي بالضبط شنو تكون؟ تكون صعود نزول. هذا ايش راح يصير؟ عندنا المرنانة هنا، هذه المراتين، ايش راح يصير؟ عندنا انعكاس، راح يصير عندنا موجات واقفة بالضبط، هذه تتكون عندنا بطون وقع قعر، يعني لكل موجة. هو مو اختصاص المحاضرة، بس هذا للتوضيح لا أكثر ولا أقل. زين، يقول لك هنا شوف الشكل 3-1. الشكل 3-1 هذا الشكل 3-1، وهذا الشكل 3-2. هذا ايش تلاحظون؟ يختلف عن الشكل 3-1 عن الشكل 3-2. شوفوا هذا راح يتضمن لنا شنو؟ موجة، يعني يسموه موت واحد، يعني خلينا نقول صيغة تذبذب واحدة. بينما هذا شنو؟ هذا بحالة منو؟ بحالة الميزر. شوفوا يتضمن لنا، ليش؟ تذكرون قلنا طول الموجة مال الميزر 1.25 سنتيمتر، فبالإمكان يعني تضمينها ضمن مرنان بصري يكون ذات مسافة يعني يحتوي تلك الموجة. زين، بينما هنا لا، تشوف العكس، هنا راح تصير عدة موجات. وين هذا؟ بحالة الليزر. فهذا شو يقول لك؟ يقول لك انه المرنان في حالة صناعة ليزر مو ميزر أصعب من حالة صناعة المرنان في الميزر. وهذا راح يتكون لنا بسبب صيغة واحدة داخل الميزر، وهنا عدة صيغ. احنا كل ما تقل الصيغ كل ما يصير عندي الليزر الجهاز يشتغل بصورة نظامية، بينما كل ما ازدادت الصيغ هنا راح تصير عندي تداخلات اتلافية وقد تداخلات بناءة، بس هذا يضر بعملية انتاج الليزر. هنا عندنا شنو؟ نقطتين اساسية هاي مهمة تركزوا لي عليها. مرنان الليزر يختلف عن مرنان الميزر. يعني شنو؟ ايش دا يقول هذا؟ دا يقول اني عندي حالة مقارنة. تلك مرنان الليزر تختلف بنقطتين أساسية. شوف، مرنان الليزر يكون مفتوح. شنو مفتوح؟ وإي لا توجد له جدران جانبية مسببة خسارة الحيود. منو؟ مرنان الليزر يكون مفتوح، أي لا توجد له جدران جانبية مسببة خسارة الحيود نتيجة فقدان جزء من الطاقة. هاي جزء سبتم ما فهمتوها. هسه لما انتقل للرسم هنا، أنا شنو المفتوح؟ هذا المفتوح. يعني بهاي هسه اذا تشوفون، اذا تلاحظون انه ما عندي جدران هنا، هذه فار مفتوحه، وهذه ايش بيها؟ منطقه. بينما هذه ايش بيها؟ هاي المنطقه بها هذا المربع، هاي المرات مسدوده، بس هاي من الاعلى الى الاسفل ايش بيها؟ يعني شو تكون؟ يعني هذا منا مفتوح، هذا من هنا مفتوح. فاحنا ايش عندنا هنا؟ احنا شو نريد نقول؟ في حال وجود موجة، وهذه الموجة تكون غير منتظمة. شنو معنات غير منتظمة؟ يعني ما تسير بصورة موازية للمحور البصري، يعني ما تمشي هنا أنا بصورة موازية للمحور البصري. ايش راح يصير بها؟ يعني هيش تمشي بالضبط، راح تخرج من المرنان، او هيش تمشي راح تخرج من المرنان. هاي خسارة، هذا اللي يصير هنا أنا خسارة، هنا أنا صار عندي هم خسارة. شو راح يصير عندي؟ أخلص من عدها. هي خسارة صحيح، بس مفيدة بنفس الوقت، لأن هاي التذبذبات اللي هي هيك هاي تسبب لنا تداخلات إتلافية، وبالتالي ما يصير عندي تكبير.
فهذه ربح رغم كونها خسارة، يعني تخلص من شغلات غير مفيدة مضرة. ماشي، هاي بالنسبة للنقطة الأولى. بالنسبة للنقطة الثانية، ايش يقصد بأبعاد المرنان؟ أبعاد المرنان مال الليزر كبيرة، كبيرة جدا بالمقارنة بطول موجة الليزر. شوف الليزر من يقرأ؟ يقرأ من 400 إلى 700 نانومتر. يعني أني ايش قد ما أسوي المرنان صغير، هذا ايش قد ما يكون المرنان صغير، ما راح أقدر أوصل أنتخب صيغة موجة واحدة مثل الميزر هنا، مستحيل. لازم تكون عندي عدة تذبذبات هنا، فهذا المقصود بمرنان. بينما بحالة هذا الميزر تكون 1.25 سنتيمتر، بينما هنا نقدر نحكي بالنانومتر، بالأربعمية إلى 700 نانومتر. وهذا شنو؟ هذا يعني يسبب لي مشكلة كلش كبيرة. وين؟ بالليزر. فلهذا صار صعوبة بإنتاج مرنان، هاي من الصعوبات اللي نقدر نتحدث عنها، عكس الميزر. ولهذا تم اكتشاف الميزر قبل الليزر اللي ينسحب. ماشي، هاي بالنسبة للنقطة الأولى والثانية. زين، سؤال يقول لك علل سبب استخدام مرنان مفتوح في مرنان. هسه احنا عرفنا احنا من هذا السبب ليش احنا في المرنان المفتوح تكون صيغة التذبذب القليلة والمنتخبة اللي هو ده يقصد على ذني، هي تلك المنتقلة باتجاه يوازي محور المرنان كما وضحنا قبل قليل. ورغم كونها خسارة، لكن هذه الحالة تسمح باستمرار الصيغ، بينما بقية الصيغ تفقد، تخرج من الجانب، وهذا مفيد. بعد شنو؟ رحلة واحدة داخل شنو؟ رحلة واحدة داخل منها، يعني بعد ما الموجة بس تنتقل منها، هاي يسموها رحلة واحدة تخرج، أو تنتقل منها الجهة تخرج، بس ده تنتقل بصورة موازية للمحور البصري، لا ترجع وتسوي لي الموجات الواقفة كما هو واضح. يعني هاي ده تنتقل بهذه الصورة، ترجع شو تسوي لي؟ موجات واقفة اللي هي هذه بالضبط. هذه الموجات الواقفة هاي نستفاد من عدها، هي اللي تكبر لي التكبير الحادث بال الليزر. على كل، نعود لموضوعنا. زين، هذا الرسم مهم، هذا يقول لك تردد صيغ التذبذب وين؟ شكلين، شكل 3-1 وشكل 3-2. إذا تلاحظون 3-2 وين ده يحكي؟ غلاف الخط الطيفي للانبعاث، المن هذا للليزر، بينما هذا جدا يحكي هذا بالنسبة للميزر. يقول لك الليزر نظرا لقصر موجته قلنا 400 إلى 700، فإن المسافة بين أي صيغة صغيرة جدا، يعني طبعا احنا ما نشوفه، هذا يعني تواجد عدد كبير من صيغ التذبذب وين؟ ضمن الذي يمثل غلاف في شكل 3. إذا هذا وين دا يحكي؟ هذا دا يحكي لي وين نقدر نقول هذا ليزر، هذا منو؟ هذا ميزر. ماشي، ننتقل الآن إلى أنواع المرنان. أنواع المرنان عندنا عدة أنواع من المرنان، طبعا هاي تختلف أنواع المرنان من، خلينا نقول حسب الاختراعات وحسب التقدم والتطور. بس أول واحد هو مرنان المرآتين المستويتين المتوازيتين، مرنان فابري بيرو، يتألف من مرآتين مستويتين متقابلتين. يعني واضح احنا قبل شوية شرحنا بصورة، قبل قليل شرحنا المرنان هذا اللي دا يصير، هذا خلينا نكون بالضبط حتى نشرح عليه، من مرآتين مستويتين. هاي المرآتين المستويتين شبيهة، المرآتين المستويتين تكون متوازية أو على محور واحد. وين على محور واحد؟ وين على محور واحد؟ هذا المحور البصري اللي دا يربط لي، وين دا يربط لي؟ دا يربط لي
بياناتهم. زين، من هذا اجت التسميه مستويتين متوازيتين، يعني غير مستديره او كرويه الشكل. لهذا اجت التسميه مالتهم. بس هذا يعني استقراريه تحرجه، يعني اقل خطا بالمحور، يعني هاي تكون مايله هيجي مايله هيج، هاي متقدمه للامام يسرى يمنى، يعني راح يصير عندنا خربطه. هسه نروح بعدين للمبنى على الكروي. احدهم يقول لك شنو يكون حساس؟ شنو معنات حساس؟ يعني غير مستقر بصوره كامله. فلهذا يعني شنو احنا نتجنبه، مو كل مره نستعمله، نريد مرنان يعني عوالم يعني يكون عملي بصوره اكثر. فيقول لك اي خطا بسيط وين؟ في تطابق محور المرآة، يعني هذا اي خطا بسيط تطابق المحورين راح شيء يسبب حيود، مثل ما قلنا راح تطلع كلها من الجوانب، وبالتالي زياده في الخساره. ولهذا السبب يكون التعامل مع المرايا المقعره شبيهه يعني الكرويه اسهل. هسه نشوفها بالنوع الثاني. طول المرنان هذا يمثل لك طول المرنان، هذا العيال يشبيه طول المرنان، يساوي عدد صحيح. يعني مو بكيف يعني اجي اسوي مرنان اقول له والله طولك متر مترتين ثلاثه، لا لازم عن شقد عندي طول الموجي اللي اريده مال الليزر اللي اريد استخرجه. الاحمر مثلا 700 يساوي ان ان في 700 على 2، واضح طول المرنان. بس احنا طبعا 700 نانو متر لازم تحول كلها هاي. طبعا انا اي شيء اقول نانو متر او اي طاقه او اي وحده لازم تحول نظام كيلوغرام متر ثانيه اللي هي نظام الوحدات الكبيره. زين، احنا هنا اللاند احنا نعرفها شنو هي، شنو علاقتها هي سي، شنو اللاندا؟ طول الموجي والطول هو يعني مسافة، فعلى الزمن شي مثل لك سرعة، فنعوض السي اللي هي اللامدة على راح تصير عندنا بالصورة الآتية. ماشي، طبعا هذا احنا هنا شي مثل اللي هذا تردد. شنو تردد؟ يعني الاف تسموه، هذا يسموه نيو، نيو يعني شنو تردد، اللي هو شنو التردد واحد الى ثانية. ماشي، يعني هنا صار تعويض، عندي اللامدة اعوضها بسي في تي، والتي هي واحد على في نيو العفو، ويطلع لي هذا القانون. هذا مهم القانون، يفيدنا بالحسابات. هسا احنا قلنا ذاك يسبب لنا مشكلة. ليش يسبب لنا مشكلة؟ لأن حساس استقراريته مو كلش. فالتجهوا وين؟ التغلب على خسارة الحيود اللي قلناها في مرنان فابري بيرو، التجهوا إلى المرنان الكروي، تحدب المرآتين. شنو تحدب المرآتين؟ يعني يصير انحناء، يعني انحناء بهذي دا تشوفوها. بس هذه بها شروط. شوف، بحيث ينطبق مركز تكور الأولى، يعني المرآة الأولى، وينها هاي المرآة الأولى؟ وين ينطبق مركز تكورها؟ على المرآة الثانية مركز تكورها. هنا حتى هاي شوية تتوضح عندكم المسافة بينهما، راح أرسمها، عدلوها يمكم خاف ما واضحة. شوفوها هذه المسافة بيناتهن. منو المسافة؟ يا مسافة، المسافة بين المرآتين 2R، هذه المسافة بين المرآتين وينها؟ 2R، هاي تشوفوها 2R. شوف شنو اقصد بالتكور. شوف احنا التكور هذا شلون يتحدد؟ هذا يتحدد اذا رسمت دائرة كاملة، يعني هذا اكملها. يعني شلون اكملها؟ يعني انا لما هسه عندي هاي دائرة، يعني اريد ارسم، شوف هذا التكور هنا
يعني هذا يصير بالوسط هنا التكور، اذا هذه كملتها بالضبط يعني هيك، يعني يصير التكور هاي على هاي، يصير المركز مالتهن هذا اللي هو انا دا قصده هنا، المركز مالتهن اثنين واحد ينطبق على الاخر. يعني انا لما اريد احدد تكور اي مرآة لازم شنو اكمل السطح مالتها، يعني بالضبط هيك، يعني هذه من تكمل، خلي شوي ارسمها على صفحة حتى تعرفوا، هذه مرآة اولى هذا السطح يمثل مالتها، وهذه التكور مع المرآة الثانية، يعني بس هاي المركز مالتها وين؟ هذه. اذا اخذ لون ازرق واجي ارسم التكور الثانية هذه وين ينطبق؟ فهذا المركز مال التكور الاولى هنا بالضبط راح ينطبق على مركز التكور مال الثانية، يعني هذا يكمل القوس كأنه أكمل دائرة. هسه راح أحاول يعني أوضحها بصورة أضبط، هذا يكمل يعني هيجي، وهذا يكمل الدائرة مالته هيجي، فيصير مركز التكور هذا هنا بالضبط، يعني هذا معناته الانطباق. يعني إذا هذا الشرط، هذا الشرط احتفظ به تو ار، المسافة بيناتهم ديجي هناك شنو كانت المسافة؟ ال، هنا لا المسافة تو ار، ماشي. هذا بالنسبة للمغنان الكروي المتحد، شوفوا شبيه المتحد في المركز، مركز الكرة، مركز بعد ما أكمالها، ماشي. بينما هنا المغنان الكروي المتحد البؤرة، من اسمه متحد البؤرة راح يتحد وين؟ بالبؤرة مالته، البؤرة اللي هي المسافة يسموها البعد البؤري للمرآة، هم بيها شروط، يتألف من مرآتين وقاعدتين متساويتين في التكور، إذا R1 يساوي لنا R2، يعني نصف قطر تكور الأولى يساوي لنا نصف قطر تكور الثانية، ماشي؟ هذا معناتها. المسافة الفاصلة بين المرآتين هذي كانت R المتحد المركز هذا، لا R، دير بالكم، مسافة الـ L يعني يساوي لنا R. انتبهوا هاي كلش مهمة لين تجي عندكم، هذه شنو؟ هذه L يعني مساوية لل R، هناك كانت 2R بالمتحد المركز، والقبلها لا كانت L، عندنا قانون بها اذا حصلتوا L لاندا على 2، اي ان بؤرة المرآة الاولى عفوا تنطبق على بؤرة المرآة الثانية، وهذا يعني ان مركز تكور احدهما يقع على القطب المرآة هاي. شوف هذا مركز التكور الأولى وهذا مركز التكور الثاني، يعني هذا يقول لك يقع هنا، هنا يقع بالضبط هنا، ماشي. هذني الشروط يحفظ، يتم حفظها حتى تقدر تميز، قد تجيك فراغات اختيارات. هنا المرنان الكروي المستوي مين يتألف؟ المرنان الكروي المستوي من اسمه كروي ومستوي، يعني من أقول أنا كروي يعني بمرآة مقعرة، ومستوي بمرآة مستوية، بس هذا ما بي شروط، إذا تلاحظون ماذا يصير عندي شروط، ماشي. يعني ذنيتش شروط يعني مهمات، يسموه مرآة نصف بؤري نصف كروي، حالة الكروي مين جاي من هذا السي وهذا الاف من البؤري الى اخره. موضوع اخر استقرارية المرنان، هسه احنا ذيك السج قلنا عندنا المرنان المستوي اللي هو فابري بيرو استقراريته كلش قليلة وحساس، يعني مزعج، اقل مشكلة بال السنتر الالاينمنت مالته راح تسبب لنا خسارة كل الاشعاع وتنفقد عندنا الليزر، فلهذا راح نتجه الى الكروي، فاذا الكروي هو اكثر استقراريه مبدئيا من المرنان المستوي. ان المرنان الكروي بصوره عامه يحوي على مرأتين كرويتين، واما ان تكون عار نصف مرأة موجبه للمرأة المقعره، هاي يحفظ هذا الشرط يحفظ. شنو ار؟ اللي هو نصف قطر تكور المرأة موجب وسالب للمحدبه، هذا تحفظه، وصفرا للمستوية
على اعتبار انه ما بيتكون، فالار صفر. طبعا هذا بالتعويض راح يختلف، هسه راح نشوف شلون. وهذا ما يؤثر على خسارة الحيود، يعني يجي للمال انا حاليا نعوضها حتى يصير عندنا صفر. وهذا ما يؤثر على خسارة وعدد صياغة التذبذب وترددها وسعتها، بذلك يكون المنان عما مستقر، والذي يكون تقعر المرأتين بشكل يحفظ الشعاع، قلنا اذا المرنان المتكور او الكروي هو مستقر، اما المرنان ففيه اشعة، فيه اشعة يعني تكون يعني حسب استقراريتها نقدر نعرف هل ينتج ليزر او هسه راح نشوف عندنا امثلة بها. يعني شنو هسه يقول لك المردان غير المستقر تكون اشعة الضوء تواصل بعيدا، هاي دا تشوفوها هذا دا تشوفوه وين دا تروح بعيدا، هذا مو شغلتنا، بينما انا هاي شغلتي لا استفاد من هذا، لازم تكون بهذه. ماشي، هسه الشكل 3-8 مرنان غير مستقر، ليش؟ لان تشوفون هذا الخروجات اي شغله دا تجي مو موازي، اذا عندنا الشرط لازم يكون موازي للمحور الاساسي اللي هو هذا. وين المحور الاساسي؟ هذا المحور الاساسي، هذا المحور الاساسي. اي شعاع غير موازي للمحور الاساسي اللي هو هذا وهذا وهذا فوق والجو، هذا شبيه، هذا راح يكون، هذا راح يكون يخرج خارج، وهذا يمثل لنا خساره بالاستقرار. اي شعاع موازي لذني الثنيين او العكس، هذني شبيه، هذني موازيات للمحور الاساسي، هذا راح ينتج لنا استقراريه واضحه. زين، شلون نحسبها؟ عندنا شرط استقرارية المرنان تخضع للمقادير L اللي هو طول المرنان، R1 اللي هو نصف قطر تكور المرآة الأولى، R2 نصف قطر تكور المرآة الثانية. اكو شرط، اجي اطلع G1 اللي هي 1-L على R1، وG2 1-L على R2، يختلف بس انصاف الأقطار ده هنا أنا بالواحد واثنين، هنا واحد واثنين. زين، عندي L وعندي R يطلع لي G1، عندي L و R2 يطلع لي G2، أضربهم G1 في G2 مش قد المقدار، لازم أصغر من الواحد وأكبر من الصفر. إذا هو أصغر من، يعني مش قد، نصف، 4 بالعشرة، 5، يعني من، خلينا نقول من الواحد إلى الصفر، هذا يمثل مستقر أو شبه مستقر، يعني من 0.1 إلى 0.9 100% مستقر. لا، على حدود منطقة الاستقرار، هاي حدود منطقة الاستقرار اللي هي الصفر، عفوا، هذه حدود منطقة الاستقرار، الصفر والواحد، يقول لك هاي يعني شبه مستقر، لمن يطلع لنا القيمة مال G1 وG2 هذا شبه مستقر. زين، نجي، يمكن تمثيل شرط الاستقرار بمنحني، هذا مخطط يسموه مخطط الاستقرار كما يوضح الشكل 3-9، هسه راح نشوف. وتكون في G1 على محور السينات وG2 على محور، وين G1 وG، هذا G1 وG2 على محور السينات وعلى محور الصادات. زين، يعني على الاكس والواي اكسس شبيهة، هذه ده تشوف هذا الرسم كلش مهم، هذا G2 هذا G1، هذا الرسم كلش مهم، يجي قد بالامتحانات لين مهم. احنا ايش عندنا؟ اذا تشوفون وين الاستقرارية؟ هي المنطقة المظللة، هاي المقطعة، وين يصير عندي عدم استقرارية؟ هنا أنا. هاي عدم استقرارية، وين دا يصير عندي قلنا الاستقرارية؟ لا، هنا أنا الاستقرارية بهذه كل هاي المناطق اللي هي تخضع للتضليل التقطيع، ماشي، يصير عندي هذا الاستقرارية بالمناطق الخارج هذه المنطقة
اللي نسميها يعني المقطعة بخطوط، هذه ايش راح يصير؟ استقرارية، خارجها عدم استقرارية. زين، من يقع عدم استقرارية؟ خارج الواحد وخارج الصفر، أقل من واحد وأكبر من صفر هو مستقر حسب القانون. ال A B C اللي تظاهره، هذا الشيء يمثل، هذه تمثل أعداد مرنان الخط المستقيم، يصنع زاوية 45. هاي 45 هنا ده يصنع الزاوية 45، هذني يتقسمها لهذا 90 الربع، هذني ده يصنع زاويات 45 شبيه هذا. شوف، إذا أي تمثل مرنان متحد الوين هنا، هذا مرنان متحد البؤرة. البي شو تمثل لك؟ هذه مرنان متحد هنا، متحد في المركز الأي العفو، وبي متحد البؤرة. المرأتين المستوية وين؟ سي اللي هو شوف وين يكون، على حدود منطقة الاستقرار. إذا أزيد شيء هو بالسي اللي هي يكون شبه مستقر، قلنا تكون استقرارية المرأتين المستويتين فابريك بيرو حساس. ماشي، احنا الفصل هو قليل يعني نقدر نختصره بمحاضرة، بس حتى لا تصير عندنا مشكلة يعني مادة متراكمة، راح اخذ صيغ التذبذب اخر موضوع اليوم، او حتى ننتقل بعدين المحاضرة الجاية الى مرنان المتحد البورن. زين، راح ناخذ صيغ التذبذب. احنا ايش عندنا؟ شوفوا هذا القانون، صيغ التذبذب في المرنان، عندنا صيغ تذبذب طولية وصيغ تذبذب مستعرضة، هاي الأساسيات، مستعرضة وطولية. لحساب صيغ التذبذب المرنان، عندنا المرنان الفابري بيرو المستوي المتوازي، قانون. القانون ايش بيه؟ مهم. ليش القانون مهم؟ لأن هذا يعطيك التردد. النيو تردد يمثل لي احتاجه، يعني قد اعطيك الام والان والتو اي، التو اي يمثل لك طول ضلع المرآة المربعة اللي حكينا بيها، يعني الطول او العرض مالتها، المسافة بين المرآتين ال، هذه المسافة. فان تردد الرنين هذا اللي دا يقصده، هذا السي سرعة الضوء، اذا بقت ان ان وام ال، هاي اعداد صحيحة انا اعطيها لك، يعني ثوابت. فعندنا تنقسم إلى صيغ تذبذب طولية وصيغ تذبذب مستعرضة. شنو صيغ تذبذب طولية وشنو صيغ تذبذب مستعرضة؟ خلينا نشوف. هي صيغ التذبذب التي يكون لها، إذن الام والال لمن يتساون، يعني خمسة بخمسة وهاي أربعة، الان شو نقول عليها؟ صيغ تذبذب طولية. سوف تختلف فيها فقط في كيفية توزيع المجال الكهربائي والمغناطيسي. لا تنسون احنا ايش عندنا، مو تنسون احنا عندنا ترى كل موجة كرة مغناطيسية، اللي هي قد تكون تتألف بالضبط من شنو؟ من مجالين، مجال كهربائي وشنو؟ عمودي عليه شنو؟ مجال، هذا ذا قلنا له يكون، هذا طبعا للتوضيح وما مطلوب من عندكم، ومجال مغناطيسي يكون بصورة عمودية عالية. يعني شنو شلون يكون الرسم ماله؟ يكون هيج، شوف يعني هاي الزاوية بين هذا الأزرق والأحمر 90، هاي الزاوية بين الأزرق والأحمر 90. يقول لك إذا تساوت M و L، هذه M وهذه L، إيش راح يصير عندنا؟ صارت صيغة تذبذب طولية، اختلفت بالN. وقلنا هنا شنو توزيع المجالين المغناطيسي؟ هذا توزيع المجال على امتداد محور Z، هذا Z، هذا Z، والفاصلة الترددية، يعني الفاصلة الترددية الفاصلة بين صيغتين تذبذب اللي هي هاي وهاي مثلا،
دلتا في ان بين اي صيغتين متعاقبتين تختلف بالمقدار ان بحدود بضع مئات ميجا هرتز، تعطى بمن بهذه المعادله. نحفظه هذا القانون، يحفظ هذا القانون، يحفظ هذا. يعني يجي عليه سؤال نهاية الفصل، صيغ المستعرضة هذا قانونها. بس هاي ذيسة وين كانت؟ بأل مأم وأل، شو بيها؟ متساوية، قلنا 4x4 أو 5x5 هنا تختلف بأل. لا، هاي الأن متساوية تختلف عكسها. الأن متساوية تختلف بأل، وكليهما سوف شنو؟ راح يكون توزيع المجال الكهربائي بالاتجاه الفاصلة الترددية. شو بيمن تختلف فاصلة الترددية؟ شوف هذا القانون الشكل، هذا على اعتبار ان مختلفة وهذا على اعتبار الان. وين سي ال 8 ان نعرفها، الاي ضد الامارات، مو ننسى الام هاي انا قلنا اعطيكم اياها زائد نصف. ماشي، بدنا نحفظ القانونين هذان. باع عزيزي الطالب، هذا الرسم ما مطلوب من عندك، هذا الرسم للتوضيح راح اشرحه. يعني هو اللي دا يحكي يقول لك هذا عندنا كم صيغه، هذا عندنا كم صيغه هنا، ثلاثه. فالاولى صفر بصفر، هذه شوف الثانيه اخذت رقم واحد يعني زادت بالواي، وهذه اخذت واحد بواحد يعني زادت كلهم، يعني هاي المسافة الفاصل لما قلنا الفاصل المسافة الفاصلة بين شنو؟ هاي المسافة بين مو بين هنا المسافة، وهذه المسافة، أي هاي دلتا في ام، دلتا في ان أو إلى آخره. شوف هاي المسافة الفاصلة دلتا في ام، بينما شوف الدلتا في ان هي الفاصلة بين هذا وهاي. عيد الدلتا بي ام هذه بين صيغتين التذبذب، بين هاي وهاي، هاي وهاي، هاي وهاي، زين او اي وحده من هذه. بينما لا، الدلتا بي ام لا، هي الفاصله بين هذه الاولى مع الاولى، لو الثانيه مع الثانيه، لو الثالثه مع الثالثه. ماشي، هذه معناتها الفاصله التردديه الفاصله بيناتهم. اي اكو سؤال عليها مهم بنهاية الفصل يشرح لنا ويوضح لنا. هاي كانت احنا كله دا نحكي على صيغة التذبذب الرنينية للمرات، يعني فابري بيرو المستوي، هاي مستوية المتوازيتين. هنا يجيك سؤال، كم صيغة تذبذب تقع ضمن خط الانتقال للليزر؟ يعني شنو السؤال هذا؟ انا اجيب لك اياه بالامتحان، ان عدد صيغ التذبذب الطولية تقول عن يمن، يعني تعتمد تقول لي على شيئين، شنو هالشيئين؟ هذول طول بعرض، عرض الخط الطيفي اللي هو هذا، وطول مردان الليزر اللي هو هذا. هاي جزء ما وضحتكم، هسه راح اطلع لكم هذه البقية. هذا شكل ثلاثة، هذا شكل يوضح لك عرض الخط الطيفي. شوفوا انتم من هنا، من هذا، هذا هنا يصير عرض الخط الطيفي. هسه بعدين ناخذه، هذا عرض المنتصف اتهاف ماكسيموم اخذناه احنا بالفصل الاول، بس ناسين انتو جوز، بس هو هذا عرض الخط الطيفي. هذا كم صيغة تذبذب يحتوي؟ 1 2 3 4. ماشي، اذن هذا يعتمد عليه طول المردان، قلنا يعتمد على طول المردان الليزر وعرض الخط الطيف، هاي عدد صيغة التذبذب الطولية. زين
أما عدد صيغ تذبذب المستعرضة فتعتمد على شكل المرآة وحجم المرآة. شوفوا هذه شوية راح أشرح لكم عليها حتى تكون آخر محاضرة، بآخر شيء بالمحاضرة. صيغ التذبذب، هذا صيغ التذبذب المستعرضة. ركزوا وياي شنو معنات صيغ التذبذب المستعرضة. على من تعتمد؟ تعتمد على شكل المرآة وحجم المرآة. ليش كانت تعتمد على عرض الخط الطيفي وطول المرآة؟ هاي تعتمد شكل المرآة وحجم المرآة. يقول لك عندما تتواجد عدد صيغ تذبذب في الانتاج ليزر متعدد ويمكن عمليا الحصول على تذبذب صيغ مستعرضة بإدخال عوامل الخسارة. كل شيء انتم راح تفهمون على اضمحلال الصيغ المستعرضة، وذلك يتم بوضع حاجز وفتحة دائرية يمكن التحكم بمقدارها على المحور البصري والغاية منها حجم جميع صيغ التذبذب. هسه اشرح لك انا شنفتهم. هاي صيغة التذبذب المستعرضة 00 هي هاي النموذجية اللي هي تكون دائرية. هذه 00 يرمز لها TEM ترانسفير الكترون ماجنتيك 00. لما تصير 2 احنا نريد نتخلص من عدها، لازم شي يقول نحط يعني امامها حاجز ذو فتحة دائرية. يعني شنو حاجز ذو فتحة؟ هذا حاجز ذو فتحة دائرية، هاي فتحة دائرية او هذا الحاجز مالتها، نحطها امام كل وحدة من هذني بحيث استخرج وحدة من هذني. واضح؟ زين. هسا انا اجي اشوف هاي تختلف عن هذه. هذه 00 هذه 10 هاي مهمة كلش تجيكم بالامتحان الرسم مالتها، جوز غير ذني الصيغة. هذه 11 هذه 60 هاي 2 بـ1 شلون انحسبت؟ هاي يعني سهل راح اشرحها. 0 بـ0 اذا اي 0 بـ0 شو يعطيني؟ يعطيني صيغة تذبذب بهذا الشكل. زين هاي النقطة الأساسية. زين 1 بـ0 هذا الواحد بالصفر هذا يمثل لك، نعيد حتى شوية تكون واضحة، شو تمثل لك الصفر صفر؟ هذا اكس وهذه واي. اذا الصفر الاول اكس، الصفر الثاني واي. زين هاني شو اريد؟ اريد احسب هاي شلون صارت. اذا نجي نرسم 0 0 دائما اي رسم لازم به وحده 0 0 اللي هي هاي. لما يقول لي 0 0 ارسم له بس هذه. زين لما يقول لي 1 بـ0 منو الزاد؟ الاكس. منو الزاد؟ الاكس. اذا ايش ارسم؟ دائره بالاكس. هاي الدائره ايش صارت عندي؟ هذا صار عندي هذه معناتها 1 بـ0. ليش؟ لان زاد عندي الاكس. لا لما يقول لي 1 بـ1 يعني انا زيدت الدائره بالواحد، صار عندي الاكس زاد 1. اذا هذه هاي النقطه الصفريه الحمراء، الزرقاء والهاي الاكس، هذه الزرقاء الاولى هذه الاكس وهذه الواي. زين هذا ما يكمل هيك الرسم، هذا 1 بـ1 شلون يكمل الرسم؟ 1 بـ1 يكمل الرسم 1 بـ1 لازم نكمله. يعني هو يعطيك 1 بـ1 انت شو تجي تضيف له؟ تضيف له الدائرة هذه. وين نضيف بعد دائرة زرقاء؟ معنى صار عندي هاي الرباعي. زين نجي نرسم هذا، الدائرة الرئيسية من هي؟ هي الحمراء الأساسية اللي هو هذا 6 بـ0. هذا 6 شلون نحسب 6 بـ0؟ اذا الاكس 6 لازم عندي هنا. شوفوا هذا 1 هاي 2 3 4 5 6 يعني لازم ايش قد ارسم؟ 1 2 3 4 5 6 تشوفون هذا الاكس. 1 بالواي، اكو بالواي؟ لا 0 الواي، 0 الواي، فيبقى هذا الرسم مالها. لو قال لي 1 بالواي احط وحده هنا وابدي ازيد ويا كل وحده اكمل المربع مالتي المستطيل ويا كل وحده فوقها مثل ما راح نلاحظ هسه. شوف هسه هذا شو يقول لي؟ 2 بـ1
اجي ارسم النقطه الاساسيه اللي هي هاي النقطه الاساسيه، ده يقول لي الاكس 2 هاي وحده هاي 2، وبعد منه يقول لي الواي 1 هذه 1. اجي اكمل لازم يكمل النهايه مربع او مستطيل، يعني هذا لازم يكمل المستطيل او المربع. زين انا هسه اريد 5 ب 5، انا ما لي علاقه شو لي علاقه بال 5 10 5، لا احنا نريد 5 ب 5. ايش نجي؟ نجي نرسم النقطه الاساسيه المركزيه. شو نقول؟ العفو، نقول هذه الاساسيه اريد 5 ب 5، يعني لازم 5 هنا و5 هنا. زين هاي الخمسة، إذن هذا واحد، هاي اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. ما حسبت الأساسية، ما لي علاقة من هذا. هذه واحد، هاي اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. صار عندي خمسة. لازم هسه نكمل، يعني شرسم واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. واحد، اثنين، ثلاثة، إلى آخر أربعة، خمسة، إلى أن يكمل عندي هذا المستطيل. أكملها. زين خل نرسم اثنين باثنين. هم نجي إيش عندي؟ عندي اثنين باثنين واحد، هاي الأساسية، هاي وحدة، هاي اثنين، وهذه وحدة، وهاي اثنين. لازم إيش أجي أكمل؟ المربع أو المستطيل. إذن لازم يكمل المربع أو المستطيل. ثلاثة بثلاثة، شلون نرسم ثلاثة بثلاثة؟ قلنا الأساسية عندي هاي واحدة، اثنين، ثلاثة، هنا نشكيت واحد، اثنين، ثلاثة، وأكمل واحد، اثنين، ثلاثة مال هاي، وهاي واحد، اثنين، ثلاثة، وواحد، اثنين، ثلاثة، يصير عندي المستطيل كامل. لهنا أعزائي الطلبة انتهت محاضرتنا، وإن شاء الله المحاضرة القادمة راح نكمل من المرنة المتحدة البور إلى نهاية الفصل مع الأسئلة، لأن هو الفصل هذا هو كله عبارة عن 10 صفحات أعتقد، شوفوا يعني 58. هذا أسئلة الفصل، هذا راح يحكي لنا على الاستقرارية، أسئلة مال الفصل، توضيح. هذا قلت لكم مال المرنان، وهاي المسافة الفاصلة، إن شاء الله سهلة إن شاء الله. الفصل الرابع إن شاء الله بعد هالمحاضرة القادمة، هو عبارة عن صفحتين سهل، ما راح نطول بيه محاضرة واحدة إن شاء الله، ونعطي عليه فكرة واضحة. شكرا جزيلا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.